ضايع مسافة عبارة عن 5.77 تربيع زائد مسافة نص هاي 20 10 تربيع، بتطلع الزد قيمتها، تطلع قيمتها زد 11.54. أوكي 11.54 هي من المسافة، هي من هنا لهنا، من هنا لهنا. أنا عندي نص المسافة، أريد بس هذا المثلث. إذا يعني زد أوفر 2 أوفر 2 شو تساوي لي؟ 11.54 تقسيم 2 تطلع لي قيمتها أيضا 5.77. صار عندي هذا المثلث، صار عندي الارتفاع مالته موجود اللي هو 5.77. أوكي أحتاج شنو بعد؟ أحتاج هاي القاعدة، هاي القاعدة أحتاج. شو أطلع قيمة هاي القاعدة؟ إحنا عندنا هاي المثلث متساوي الساقين، يعني لأنه 20 ب 20 ب 20. إذا هاي الزاوية هي ايش قد أصلها؟ هاي الزاوية أصلها 60 درجة. أوكي الزاوية 60 درجة، كل زاوية هي 60 درجة. شنو اللي استفاد من الزاوية حتى أطلع ارتفاع هذا شو اسمه؟ أنا آخذ هاي، إذا هاي كلها 60، كلها 60، إذا هاي نصها ايش قد؟ 30. هاي الزاوية 60، هذا اللي نصفته أني صارت 30. فإذا عندي تان 30، تان 30 شو يساوي لي؟ يساوي لي قيمة المقابل هذا على 5.77. اوكي اللي قيمته هاي بس المقابل قيمته اكس، هاي خلينا نقول هاي اكس على 5.77. يطلع من عندي قيمة الاكس هي ايش قد؟ 3.3. إذا صار عندي أنا هسه، صار عندي مثلث بقاعدة وبالارتفاع، بقاعدة أوكي وبالارتفاع أقدر أطلع قيمة المثلث هذا. فإذا قيمة الأريا مالتي، خلينا نقول هاي الأريا اللي هي A1، A1 شو يساوي لي؟ A1 اللي هي 3.3 في ارتفاع ايش قد؟ 5.77 اوكي على 2 مثلث. طلعت لي اياها، شفت تطلع لي هذا المثلث في 2 مثلث الوجه المقابل في 2، يطلع لي شنو؟ يطلع لي مساحة المثلث الكلي. قيمة الـ A1 تساوي لي 19.214. أوكي طبعا هاي شو تساوي لي؟ هاي A1 تساوي لي هاي المساحة، تساوي لي A2 تساوي لي A3. A2 لا هو من بعد يساوي A3. اوكي A2 A3 بقى عندي شنو؟ بقى عندي A4 اللي هو مساحة هاي اللي هي بالوسط اللي هي بشكل ما منتظم. ايش حسوي عندي؟ عندي A total، اني A total موجودة عندي اقدر اطلعها.
المثلث الكلي هذا، صحيح؟ عندك ارتفاع قاعدة، ارتفاع قاعدة على 2، ارتفاع ما قلنا طلعناه ايش قلت 17.3 ارتفاعه، والقاعدة مالته 20، يطلع عندي اي توتال. اي توتال شو يساوي لي؟ اطلع قيمة الاي توتال اللي هي قيمتها كلها 17.3 في قاعدة 20 على 2، طلعت قيمته 170 73. اوكي، الاي فورس يساوي لي اللي هي المساحة اللي بالنص، هي تساوي لي اي توتال ماينس اي 1 بلس اي 2 بلس اي 3. اوكي، ايش حسوي انا؟ عندي 173 ناقصا 173 كل المثلث ناقصا هذا زائد هذا زائد هذا، ايش يطلع لي؟ يطلع لي مساحه اللي هي بالوسط مال بي 4. اسوي وراها جدول، اسوي جدول هو جدول هو بي شنو؟ بي بريسيبيتيشن ورا اريا وراء عندنا التي في الاريا. اوكي، انا كل محطه منطيك في القيمه مالتها بي 1 جت قيمتها في البي 1 200 200 وراها عندي 400 وراها عندي 250 وراها عندي 300. احنا هاي الاريا 1 هي شنو؟ هي من 19.2 14 19.2 14 19.214. بالنسبة إلى الأريا الأريا اللي بالوسط، ناقصنا إحنا التوتال 173 ناقص مجموع الـ A1 A2 A3 تطلع قيمة 115.2 5 6. اوكي، هسه اجي اضرب هذا في هذا، طب يطلع قيمته هنا 3 8 4 2 و7 6 8 5 4 8 او 3. طبعا اكو بوينتات وراها 5 3 4 6 6 8. فاسوي شو اسوي؟ اسوي مجموع الاريا هنا مجموع البي اوفر هنا مجموع اشقد هو 170 73 0.2 وهنا مجموعة هو 50 51 او. اذا المين مالتي شو يساوي لي؟ مجموع ال اي بي على مجموع ال اي يساوي لي 5.0 على
واحد سبعة ثلاثة بوينت تو، شو يطلع عندي يساوي لي؟ معدل ما هو 294.46 مليمتر. صار واضح كلها؟ أكو أحد عنده سؤال على هذا الموضوع؟ طلاب إحنا أهم شيء عندنا، أهم شيء عندنا هو المنصف والعمود. طلعت لكم الشكل؟ الشاشة سوداء دكتور. الشاشة سوداء دكتور. زين دكتور، سؤال بلا زحمة، هذا المثلث هسه الأصلي بدون هاي الخطوط اللي احنا رسمناها، ما آخذ المنصف مالته؟ قصدك وين؟ وين ياهو المنصف ماله؟ راحت الشاشة دكتور، راحت تجي. هسه ماكو. ايه هسه طلع دكتور، هسه هذا المثلث الاصلي مالتنا قبل ما نخلي الخطوط مو مرسوم بينات الخطوط، انها محطات وموصل بيناتهم. زين هاي الخطوط اللي موصله بيناتهم ما اخذ لها منصف؟ لا، ليش بدي اخذ لها منصف؟ ليش؟ لانه انت لانه هاي المحطه، هاي المحطه اللي بي 1 بي 2 ماكو بيناتهم محطه بعد. اوكي، انت هي البي 2 العلاقه ويا البي 4 فمو ويا البي 1، بعيده عليها. وضحت الفكره؟ اذا على القريب يعني نشتغل. يعني على القريب مالك، هذا القريب مالك ويا البي 4. زين انت نصفت هذا، فهمت قصدك انا. نصفت هذا من هنا سويته، وبعدين واحد الداخل اريا ويا اريا. وهو الفكرة اللي وصلتنا انه هيك بالامثلة. ما يخالف، اوكي، الفكره وصلتك، بس مو كل ما تشوف خط واحد ويا الاخر تسوي له مناصب. انت على القريب مالك، شنو الفائده تظل تسوي اريات وما تقدر تطلع الاري؟ وضحت الفكره ولا ما وضحت؟ واضح السؤال، اذا على القريب نشتغل. احس عنده سؤال طلاب بعد. نفس العمليه مثلا هيجيك، مثلا احنا اخذنا شنو؟ اخذنا مربع. المربع يعني الزاويه مالته 90 والاضلاع مالته متشابهه، صحيح، بس المثلث المستطيل لا يختلف. طبعا المثلث المستطيل تعتمد على المحطة طبعا المناسبة طلاب. يعني الآن المثلث هسه هذا هسه المثلث، إذا جايب لك آني بثلاث محطات بس بالأركان، بس بالأركان، أوكي، من حتنصفه؟ حتنصفه من هنا. يعني ساجي مثلا هذا المثلث، معطيك اني قايل لك كنا محطه كنا محطه وهنا محطة، ما بي محطة بال، ما بي محطة بالمتصل. شلون حتقسمه هذا؟ هذا نفس هذا هسه ذاك وقت شلون تبدي بيه؟ تبدي بيه منه هيك شيء، هذا متصف عمود.
هذا منتصف عمود، هذا منتصف عمود قاطع وياه المكان، اوكي، وهذا منتصف عمود، صار واضح؟ بهيك حاله هذا شنو هالاليات كلها مشابهه. حناخذ التوتال اريا هاي نقسمه على ثلاثه يطلع لي كل واحد البي مالته، المحطه اللي شو اسمه اللي المحطه اللي تعطيني الاريا مالته اياه. اوكي، هذا بي واحد، هذا بي اثنين، هذا بي ثلاثه، هذه بي اربعه. اوكي، بالنسبه اذا مستطيل هاي شو نعطيك محطه واحد هنا، نعطيك محطه اثنين هنا، نعطيك محطه ثلاثه هنا، نعطيك محطه اربعه هنا. اوكي، انت ايش حتسوي؟ نفس العمليه، حتقسمه منتصف وعمود، هذا حتقسمه منتصف وعمود، صار عندي شنو؟ صار عندي بي واحد، هاي بي اثنين، بي ثلاثه، بي اربعه. اوكي، كل واحد اخذ الاريا متساويه، فتحت بس. مرات مثلا انا شو اعطيك؟ اعطيك محطه هنا مثلا بالنص، اختلفت الشغله، لازم شو توصل بيناتهم؟ هاي المحطه توصل وياي المحطه، نفس العمليه، سوي منتصف وعمود، منتصف وعمود، وهنا منتصف العمود ما حيصير مشابه، مو نفس الاريا. اوكي، منتصف وعمود، منتصف وعمود، اتقاطع اثنيناتهم حيتقاطعون مسافه مو بعيده عن هذا الوتر. حصير عندي، حصير عندي هاي المحطه هي هاي الاريا مالتها، هاي المحطه هاي الاريا مالتها، هاي المحطه هاي الاريا مالتها، هاي المحطه هاي الاريا مالتها. فهي بالاخير هي تعتمد على شنو؟ تعتمد على توزيع المحطه داخل الشكل، هو اللي يحكمك بالاريا اللي طلعها من الكاتشمنت اريا. في سؤال بعض الطلاب؟ ماشي، لا بس خلينا نمشي شوية باليونت 3، بس كم صفحة من عندنا ناخذ ونكمل محاضرة المرة الأخرى على الأسبوع الجاي. هذا الشابتر نسميه ستريم فلو ميجرمنت. طالع الشابتر عندكم؟ نعم دكتور. من اسمه ستريم فلو ميجرمنت، يعني شلون اني اقيس التصاريف والمناسيب بالستريم فلو باي اي ريفر مثلا او قناة او مجرى مائي. فهذا الشابتر هو اللي يختص بال البارامترز اللي خاصه بالانهار اللي هي مثل التصاريف. اوكي، كلكم تعرفون شو التصاريف، ديسشارج يعني كميه المي قاعد تجيني ايش قد بالثانيه، سرعه المي بالقناه، شلون احسب الاريا مالت المقطع مالت النهر شلون احسبها، و ايضا مناسيب المي قد قيم ارتفاعها، ويعني قد تصعد قد تنزل، هم يعني اجهزه قياس
خاصة بهذا الموضوع. The basic definition of this unit is stream flow, the occurrence of water in continuous well-defined channel. Stream flow. إذا هو حدوث الماء، استمرارية جريان الماء. الجيجنج ستيت، طلاب مرات هاي هنا شوي انتبهوا عليها. جيجنج مرات يكتب جي اي يو جي اي ان جي، مرات يكتب لا جي بدون يو. جيجنج اوكي، كل من اكو بهذا بالنظام الامريكي وبالنظام الانجليزي، فهي تنكتب بالنظام الانجليزي gauging station performed along the stream where stream flow is measured. من اسمه gauging station يعني محطة قياس، محطة مناسيب gauge. يعني ايش اعطيكم المثل شلون، يعني مثل هذا نهر stream flow، اكو مثلا على صفحه او مثلا اكو جسر مال المشاه يحطون عليه المسطره اللي هي وحده القياس مالت المسوب. اوكي، هاي وحده القياس هي اللي تعطيني الارتفاعات المي يوميه، يوميه غير عندي عندي صار مسوب الماي نزل صعد حسب الامطار وحسب عندي جفاف او عندي شو اسمه عندي جفاف او عندي مثل امطار. الستيج water surface elevation measured relative to some horizontal datum plane. الستيج هو المسطرة اللي هي موجودة، وين موجودة المسطرة اللي هي موجودة بمحطة القياس. اوكي، هي دائما موجودة وين؟ هنا بالمحطة. هي water surface elevation يعني منسوب الماء السطحي measured related to some horizontal data plane. طبعا هذا الواحد دائما يقول ايش قد منسوب النهار، يقول لي مثلا 27 27 مثلا في بغداد احنا قلناها منسوبه 27، مو معناته ارتفاعه 27، معناته اني يعني انا هذا النهار مالتي. اوكي، وهذا الوتر من ارسم هاي الثلاث خطوط، معناته شيء يعطيني indication يعطيني انه هذا الخط انه هو شنو، هذا الخط هو معناته هذا water، احنا نسميه شنو؟ نسميه water level. water level دكتور ترى ما يظهر اسمي على الشاشة، ما يذكر بيطلع شنو؟ لترسم حضرتك؟ اي ماكو ما يظهر. بس ايه هسه تمام. هذا هسه مقطع النهر، هذا مقطع نهر. اوكي، هذا الخط احنا نسميه دائما من ارسمه هيك بثلاث خطوط، هذا شنو شيء مثل لي هذا الخط الفوق، هذا مثل لي ووتر نظر يعني منسوب الماء. اوكي، فمرات انا ايش اقرا اذا مثلا منسوب الماء هو لقيت هو مثلا 27 متر، مكتوب شو يكتبوا لي بصفه متر متر نقطة وراها شنو؟ وراها اي، وراها اس، وراها ال. اوكي، متر شو معناته هذه؟ متر above sea level، متر above sea level، فمن يعطيك
قيمة ال 27 هذه اللي هي شنو انوفيشن، هاي انوفيشن لا تعني انه العمق منا لهنا هو 27، لا هاي معناته اني ناقل الوقت المعلوماتي الى وين، ناقله الى الصفر صفر اللي هو صاير مستوى سطح البحر. اذا هاي 27 هي شنو؟ هي متر above sea level، فوق مستوى سطح البحر. صار واضح؟ فاحنا في بغداد نهر دجله المنسوب مالته تقريبا يتراوح بين 25 26 27 28 حسب الجفاف وحسب موسم الامطار. صار واضح؟ هذا قياس مال 27 و26 قياسه شنو؟ مو ارتفاع العمق مالت البحر مالت النهر بنهر في مدينه بغداد، هذا منقول الى مسوب سطح البحر في الخليج العربي. صار واضح؟ هاي بالنسبه للستيج. طبعا الستيج هو شنو؟ هي محطه يحطون بها، طبعا يحطون بها مسطره سنج عليها وحده وحده، يحطون مسطره هنا ويقيس المناسيب مالت النهر. الريتنج كيرف هو شنو؟ هو علاقه بين الستيج اند ستريم فلو. يعني شنو علاقه بين الستيج؟ علاقه بين الستيج يعني شنو الاليفيشن الستيج والاليفيشن والافو الستيج هو الاليفيشن نفسه يعني الاليفيشن اوكي وبين شنو علاقه وياهم بعد وهي on stream flow. stream flow يعني شنو؟ يعني discharge تصريف. صار واضح؟ كل ما يزيد التصريف منطقيا كل ما يزيد التصريف المنسوب ايضا يزيد، كل ما يزيد التصريف المنسوب ايضا يزيد، كل ما يقل التصريف المنسوب ما يقل. يعني المقطع النهر ثابت عندي انا يعني ما يتغير العرض مالته، بس الارتفاع مالته المي هو اللي يتغير، كل ما يزيد التصريف يزيد وياه ارتفاع المي. هاي نسميها ريتنج كيرف. هاي مثلا هسه محطه قياس مالت المناسيب، فدائما وين المحطه يحطوها؟ هاي طبعا محطه يسموها ريكوردينج، يعني فيها حاسبة ويطوب بيها المي ويشوف المناسيب وبيها طواف وطرق مربوطة بسلك كهرباء وسلك كهرباء مربوطة بحاسبة، والحاسبة يغطيك ارتفاع المناسيب كل لحظة بلحظة. صار واضح؟ فمن يجي ينصب لك المحطة ينصبها محطة على مسافة عن الجرف، هذا الجرف النهر اوكي، يوصل بيناتهم من اقل نقطة تقريبا بالنهر يوصل انتيك بايب البوري ويحطه هنا، فهذا البوري هو شيء يعطيك ينطيك البس. طبعا ال مثل الاواني المستطرقه فايش حينطيك؟ ينطيك المنسوب، هذا المنسوب هو اللي قد لا اطلع.
ماشي عين طلاب. فهاي المحطة هي اللي المنسوب هذا، وليس المنسوب هنا أنا، هو يعطيك انديكيشن مال السلوب مال العفو مال الوتر ديبل جدس عاد جدس. اكو ايضا هنا احنا بالقياسات، هو عندنا نوعين من القياسات، سمي نون ريكوردنج جيج وريكوردنج جيج. طبعا الووتر سيرفيس، الووتر سيرفيس ستيج هو نفس الجيج اوف ووتر ليفل. فعندنا نون ريكوردنج جيج هو شنو؟ هاي مثلا هسه ناس هذا مقطع النهر، شو يحطون نون ريكوردنج جيج؟ يعني نون ريكوردنج جيج احنا قلنا شنو؟ مو مربوطه بالمحطه، يجي كل واحد تكنيشن كل يوم أو كل اسبوع كل شهر مرتين ثلاثه يجي يقرا المناصب اوكي ويسجلها بالسجل مالته. هاي نسميها نون ريكوردنج جيج، مو مربوطه ويا حاسبه تطبيق داتا مخزونه كل يوم كل ساعه بساعتها. فعندنا هنا مثلا شلون النهر شلون شو اسمه يحسب المناسب، يحسب المناسب هنا. فعندك مثلا هذا النهر يوم مثلا بالجفاف ينزل له هنا المي، صحيح؟ ايام المتوسطه ينزل له هنا المي يقرا. طبعا شوف هسه هنا 1 2 3 4 5 و5 تكمل 5 6 7 8 8 تكمل 9 10 11 ايام كلش ارتفاع كلش عالي المي عندك. هذا الشهر مثلا صار عندي سنه رطبه يعني امطار هوايه عندي، شو يصير؟ يصير عندي ماي يسحب كلش لفوق اوكي. يقوم شو يقوم يقرا؟ يقوم يقرا هسه 8 طبعا هاي 8 متر عن هاي النقطه، هاي نقطه واحد اوكي. وبعدين ال 8 متر يحولها شنو؟ الى اليفيشن يربطها ويا المنسوب بسطح البحر في تلك النقطه. هو بيا مكان بيا مكان مثلا بغداد اللي عندنا مثلا منسوب الجراند لوفل مالتنا هالجيت، ويحول الى المنسوب الخليج العربي. صار واضح؟ هذا بالنسبه الى شنو هو؟ بالنسبه الى سمبل فيرتيكال ستاف. شو يعطيك الديفيشن اوف ووتر؟ هو الاتش بلس اي. شنو هو الاتش؟ شنو هو الاي؟ الاتش هو المنسوب سطح البحر. مثلا هو اذا هو هنا منسوب سطح البحر هو هنا اوكي، فهاي المسافه من هنا لهنا هي شنو؟ هي المسافه هي اي 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 اي. ومثلا النسوب مالتي وين واصل؟ خلينا نقول وقرا هنا، فايش حيصير عندي؟ هاي 6 هاي 6 اوكي 6 من دقائق من هنا لهنا من هنا لهنا. طبعا بس هاي هنا خلي هذه في البحر هاي اي هذا نسوي سطح البحر هنا صاير المسافة اللي هنا لهنا هاي قيمة اي. منسوب الماء الحقيقي اللي هو احنا هي احنا قاسه التكنيشن هو قد اتش اوكي. ايش حيصير عندي الديفيشن مالتي؟ الديفيشن اوف ووتر هو اتش بلس اي اوكي. طبعا هذا الاي هو ثابت، انا اعرف قيمته. شو اعرف قيمته؟ انا المحطه او المسطره هذه اعرف مكان كل مكان كل انا عندي جراوند ليفل مالت كل العراق كلها انا كلها اقدر اني اطلع قيمه. قيمه الاي مالتي الووتر ليفل مالت الخليج العربي انا ما اعرفه قيمته، بس هذا الاتش هو المتغير اوكي. بالنسبه الى اذا عندي اني اذا عندي اني كلاين ستاف، شنو اني كلاين ستاف؟ يعني انا نكلاينس يعني انا المسطره مالتي حاطها ويا الجرف انكلاين يعني مايله اوكي. فقيمه الجراوند ليفل مالتي الووتر ليفل مالتي انه شو يساوي؟ هو الاي اللي هو نفسه هاي الاي
زائد L في ساين ثيتا. جد أني أميلها هاي المسافة هاي ثيتا هي تعطيني تعطيني قيمة تعطيني هاي ثيتا تعطيني قيمة ال the ground level. طبعا قيمة ال L هي هي قيمة ال L هي هاي المسافة من نقطة الإدمان هي L هاي L اوكي المصدر هاي مثلها L قيمة يعطيني ارتفاع ال A زائد ال L sin theta يعطيني ارتفاع ال ratio of water level اوكي انه احنا نسمي دائما هذا نسميه water level. عندنا النوع الثاني suspended weight gauge وراء عندنا شنو هو ال recording gauge. طبعا قلنا recording gauge هو هذا الجرف مالك هذا هو الجرف هذا هو مستوى الوتر ليفل هذا هو نصف مقطع النهر وهنا اكو بايبس ناخذ من عنده اوان مستطرقه وين يخليه هنا فشوفوا هسه مستوى الماء هنا هو نفسه وين المستوى مستوى هنا نفس المستوى اوكي هذا شنو بيطوافه ويا عنده اوتوماتيك ستيج ريبورت يظل يقرا عندي وهنا عندي غرفه مال يعني مال التحكم هو اللي يقرا لي الكميات المناسيب كذلك هذا هم من يقرا لي المنسوب من يقرا لك منسوب وعنده شنو عنده مسوي ريتنج كير شلون هذا اللي سويناه هنا هنا هو عنده منسوب يسقط منسوب شو يطلع له؟ طلع له سقط منسوب طلع له شنو؟ طلع له تسجارج سقط منسوب يطلع له شنو؟ تسجارج اوكي هو عنده ريتنج كير مال هذا النهر المحطة ان شاء الله نجي على الريتنج كير شلون نرسم بالتفصيل من البيانات بيانات الامطار بيانات الجريان ماشي المحاضرة الجاية ندي نعرف شلون نقيس التصريف بمقطع النهر اذا انت قلنا لك قيس التصاريف باللولك اريد اعرف هذا المقطع النهر زين التصريف مالته نفس الفيلوسيتي مالته حنتعلم شلون نقيس التصريف بمجرى النهر اكو سؤال طلاب على هاي المحاضرات لا دكتور واضح ماشي نلتقي ان شاء الله على السبت السبت تسلمون الريبورتس لا تنسون حطيتكم يا حطيتكم يا الريبورت شنو اللي خاف اللي احد ما يعرف شنو واضح دكتور تفضل بس نزل لنا التسجيل القديم في الومن في المحاضرات انا نزلت يمكن واحد او اثنين يمكن انا اشوف والله شو نزلت واحد نزلت مالك شنوان بس اي ماشي اي هذا المهارة التسجيل بي يونت 1 ويونت 9 نزلت مال يونت 3 يونت 2 يونت 3 ماشي ممنون لك مع السلامة أقصاد الله بعد دكتور بس على مود الكويز انا طلع لي مفقود وانا سلمته 30 دقيقه 31 شلون بضل يفصل عندي